السلام عليكم. القيادة الأمريكية الوسطى تعلن تصدي منظومة باتريوت بقاعدة الضفرة بأبو ظبي لصواريخ باليستية فجر اليوم. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى عن اعتراض منظومة باتريوت بقاعدة الضفرة بأبو ظبي صاروخين باليستيين فجر اليوم. وقالت القيادة في بيان لها إن القوات الأمريكية في قاعدة الضفرة الجوية بالقرب من أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تصدت لتهديدين صاروخيين بعدة صواريخ باتريوت اعتراضية، تزامنا مع جهود القوات المسلحة الإماراتية في هذا الإطار في الساعات الأولى من صباح 24 يناير 2022. وأضافت أن الجهود المشتركة نجحت في منع الصاروخين من الإضرار بالقاعدة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. وأضافت أن قواتها دخلت في حالة تأهب مشددة أثناء الهجوم الذي يعد الثاني في غضون أسبوع، شملت دخول الطيارين إلى الملاجئ. وتابعت أن القوات الأمريكية في الضفرة دائما يقظة ومستعدة للرد في حالة حدوث أي هجوم لاحق، ولفتت إلى هناك حوالي 2000 جندي أمريكي في الضفرة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.